نفت قيادة المنطقة العسكرية الثانية نفيا قاطعا الافتراءات التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي عن عدم تدخل منتسبي المنطقة في أي مشاكل ومماحكات شخصية أو قبلية أو سياسية داخل حضرموت من شأنها ضرب النسيج الحضرمي. كما أكدت أن لواء برشيد التابع للمنطقة العسكرية الثانية ليس له أي علاقة في المشكلات التي قد تحدث بين الإخوة. كما دعت متابعي وسائل التواصل الاجتماعي وأبناء حضرموت إلى تحري الدقة والمصداقية في تناول الأخبار وعدم الانجرار خلف الشائعات الهدامة والأصوات الضعيفة التي تهدف إلى شق الصف الحضرمي. عقد فريق الحوار الوطني الجنوبي لقاء برؤساء الاتحادات الشبابية والمنظمات الجماهيرية والحقوقية واتحادات المرأة في محافظة سقطرى. سمع الفريق للآراء والأفكار والمقترحات من قبل الحاضرين، حيث أكد الجميع أن وحدة الصف لجميع المكونات الجنوبية تأتي ضمن أولويات أبناء محافظة سقطرى، وذلك وفقا لطموحات وتطلعات أبناء المحافظة التي عانت من التهميش الممنهج طيلة فترات السنوات الماضية. أقرت مجموعة التعليم التابعة لليونسكو إعداد خطة للتعليم لعموم اليمن 2024-2030 وتنفيذ مسح تربوي شامل للفترة من 2024 وحتى 2025. وجاء ذلك في ختام أعمالها بالعاصمة المصرية القاهرة. التزمت اليونسكو بالمضي قدما في إطلاق خطة 2025 في اليمن ضمن المجموعة الخامسة، ودعم وزارة التربية والتعليم اليمنية في عملية إعداد ميثاق الشراكة لدعم النظام التعليمي في اليمن. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.